بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لقد تكلمت معكم في اللقاء الماضي عن الجن وأنه حقيقة له أنواع وأصناف ويتشكل، وأمة الجن كأمة الإنس هناك المهتدي وهناك الضال، هناك المقبل والمدبر، هناك الذكران وهناك الإناث. معلومات كثيرة ذكرتها بالأدلة في اللقاء الفائت، ولكن هناك أمور أساسية. أن الجن مخلوق من نار، ولبعض الناس أن يسأل فيقول: كيف يخلق من نار ويعذب كافر الجن بالنار؟ يعني بعض الناس ربما يسأل هذا السؤال، والجواب أن الإنس مخلوق من طين، أليس كذلك؟ بلى. ولو أن طينا يبس فضرب بك لأدماك وجرحك وآلمك، إذن ربما يتعذب المخلوق من الطين بالطين، كذلك ربما يتعذب المخلوق من النار بالنار. والله تبارك وتعالى له في خلقه حكم وشؤون. المسألة الثانية، وهي المسائل الجديدة في هذا المجلس، أن الجن له في أنواعه ذكران وإناث. عندما يقضي المسلم حاجته، وعندما يهم بقضاء حاجته، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه رواية صحيحة، وهناك رواية عند سعيد ابن منصور: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هناك تأويلات كثيرة، من هذه التأويلات أن الخبث والخبائث ذكران الجن وإناثها. فالإنسان عندما يدخل الخلاء يتعوذ بالله من ذكران الجن وإناثها. الأمر الثالث في هذه المسألة، وهي متعلقة بمناسبة السورة لموضوع الجن، أن الجن قبل البعثة كان يسترق السمع إلى السماء، فيسمع الكلمة من أمر الله عز وجل، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا تكلم به في السماء، فتتكلم الملائكة بأمر الله، أصحاب الملائكة السادسة يتكلمون، والخامسة والرابعة والثالثة، وهكذا. الجن كاللصوص يسترقون السمع، أي يحاولون الاستماع بدقة، كأن هناك الصوت الخفي وهو يريد أن يتلصص لسماع هذا الصوت، يسمع الكلمة ولا يسمع التسع كلمات، فينزل الجني بالكلمة التي سمعها إلى صاحبه من الإنس. وصاحبه من الإنس هو من؟ هو الكاهن أو العراف أو الدجال. إذن هناك علاقة بين الدجل والعرارفة، وبين ماذا؟ وبين الجن. الكاهن أو الدجال والعراف، أيهما أخطر؟ أيهما أخطر؟ الأخطر هو الكاهن أو الدجال. لماذا؟ لأنه يتواصل مباشرة مع من؟ مع الجني، فيكون صوابه في الشيء أكثر من صواب العراف. العراف بيأخذها بماذا؟ بالظن. العراف يحاول معرفة الأشياء عن طريق النظر في الكواكب، الودع، الرمل، الكف،
قراءة الفنجان، يبقى الذي يقرأ الفنجان ويضرب الودع وينظر في الرمل والكواكب والكف هذا ليس دجالا، وإنما هو ماذا؟ عراف. والعراف فعال من المعرفة، يعني يحاول ويجتهد أن يعرف. لكن الكاهن معلوماته بيستقيها من مصدر واحد، هو ماذا؟ هو ماذا؟ الجن. ولذلك ربما يصيب في أشياء أكثر مما يصيب العراف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نذهب إلى الكاهن لنسأله. اللي بيحدث أن الجن يسمع الكلمة من أمر الله، ينزل للعراف وللكاهن، للكاهن يخبره بهذه الكلمة، ثم بعد ذلك ينسجان على هذه الكلمة عدة كلمات. إيه اللي بيحصل؟ إحنا كبشر لما تجيلك 10 معلومات فيهم واحدة صحيحة وتسع معلومات غلط، عينك بيكون على ماذا؟ على المعلومة الصح. تتكرر هذه المسألة كثيرا كثيرا، فيعتقد الإنسان أن هؤلاء الكهان يعلمون الغيب، ولا يعلمون الغيب أبدا، لا يعلم الغيب إلا الله. قال ربنا عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا أحد يعلم الغيب إلا الله. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث أرادت الجنة أن تقوم بما كانت تقوم به، عاوزة بقى الشغل بتاعها، فلما صعدت إلى السماء لتسترق السمع، تحاول تسمع زي الحرامية، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الشهب الثواقب أتبعت هذه الجنة فحرقتها. كل جن اقترب يجيله شهاب ثاقب، الشهاب الثاقب كالنجم الخفيف الصغير أحرق هؤلاء الجنة. الكلام ده تكرر مرة واثنين مرات كثيرات، فقالوا إن هذا لم يحدث إلا لأمر قد حصل. إيه اللي حصل في الدنيا خلى الموضوع ده يحصل؟ الجن في كل مكان يسيرون هنا وهناك في الفلاوات والخلوات والصحراء والفيافي والخرب في أماكن كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه في بطن الوادي بظاهر مكة يصلي بهم ويقرأ القرآن، ففي أثناء طواف الجن إيه اللي حصل؟ سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الذي منعنا من خبر السماء، هذا الذي منعنا من خبر السماء. ومن ذلك الوقت منع الجن أن يعرفوا شيئا من خبر السماء. وبالتالي الكهان إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا لا يعرفون شيئا في الغيب، وإنما يعرفون شيئا في ماذا؟ في الواقع. إذا عندنا عالم الغيب وعالم الشهادة الواقع. مثلا لو إن في هناك واحد ضاع له شيء، عنده مثلا مجوهرات وهذه المجوهرات ضاعت، ضياع المجوهرات في زمن مستقبل ولا في زمن حاضر وماضي؟ حاضر وماضي. يمكن للجن بأمر الله أن يعرفوا أين هذه المجوهرات. فالجن ربما يعرف الأخبار والأحداث السابقة، أما المستأنفة لا يعلمها أبدا ولا يقدر عليها. وعندما يعلم الأحداث الماضية إنما يعلمها بأمر الله، لأن الله تعالى لا يحدث في كونه إلا ما شاء. ولك أن تسأل فتقول: كيف للرب سبحانه أن يمكن الجن من معرفة الأمور الماضية فيكون في ذلك فتنة للناس؟
ما الضير في ذلك؟ الفتنة قائمة ولا بد أن تكون قائمة، وأعظم فتنة يبتلى بها الناس فتنة الدجال. هذا الرجل يزعم أنه إله، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت ما فيها فتنبت، يمر بالأرض فيأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج هذه الكنوز، الذهب والفضة واليورانيوم والحديد والحاجات كلها، كأنها يعاسيب النحل، يعاسيب النحل اللي هو النحل المجتمع. فتنة عظيمة جدا. إنه يقتل الرجل ويمر به فيقول قم فيقوم، عنده جنة وعنده نار. سبحان الله، يبقى أقدره الله تعالى على أمر السماء وأمر الأرض وإنزال القطر وإخراج النبت وغير ذلك من الأمور الكونية التي لا يقدر عليها إلا رب البرية، وما هذا كله إلا فتنة للناس. فما الضير أن تكون الفتنة قائمة بأي صورة؟ قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لابد من وجود فتن، والفتن لها صور متعددة. من الطرائف أن رجلا أعمى، أن رجلا يعيش عريانا. هذا رجل في إحدى المحافظات في ديارنا في الصعيد، يسمونه بالشيخ العريان، عريان كده سلبوت ملط كده خالص خالص خالص، وعايش في حفرة. الكلام ده في إحدى محافظات الصعيد. الناس يعتقدون ولايته وأنه أحد الأقطاب والأوتاد الذين بهم تجرى الأمور وتصرف الأشياء. اللي عاوزة تتجوز تروح له تقول له يا شيخ يا عريان، طبعا نايم في الحفر، وتروح له. اللي اتجوز بقاله سنة ونص ولسه ما خلفش يروحوا له يا شيخ يا عريان، لأن بعض الناس خفاف خفاف، يعني سنة ونص كتير قوي، هم عاوزين يبقى فيه هناك إنتاج سريع، فلو تأخر تبقى مشكلة، ما تصبر يا شيخ يا عريان، احنا لسه الخلف مش عارفين. طيب وجود الشيخ العريان ده فتنة ولا مش فتنة؟ ولما مات الشيخ العريان يقال بأن جنازته كانت جنازة جبارة، أتى إليه المريدون من كل الآفاق، مريدون والآفاق ومئات الآلاف لشيع من؟ عريان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يقوم بأي شيء من شرائع الإسلام. كيف ذلك الأمر؟ إذن وجود فتنة وليس فتنة؟ كذلك معرفة الجن ببعض الأشياء الماضية هي من باب الفتنة. الرجل زوجته ضع لها حاجة، فقال لها يلا نروح للشيخ محمد أبو أدوس مثلا. يروح للشيخ محمد تقول له بس الراجل ده يبقى عارف الحاجة راحت فين، يخبطه على الباب فيقول له تعالى يا علي، يتتعجب ازاي عرف ان اسمه علي، يقول لها انت يا نجلاء كنت بتقول لجوزك وانتوا راكبين في الصندوق بتاع العربية الداتسون، هو هيعرف الشقيق الفلاني. تتعجب ازاي عرف ابو ادوس ده ان كانوا راكبين عربية داتسون وكان في الصندوق وقال لها وقالت له، فيصدقوا انه يعرف الغيب. هذا كله من شغل الجن، ده كله شغل الجن، هذا كله شغل الجن. لكن حدث امر جميل، ان الجن عندما استمعت الى النبي عليه الصلاة والسلام منهم من آمن. قال ربنا عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وانظر إلى كلمة يستمعون، يا ليت البشر من المسلمين يتعاملون مع القرآن كما تعامل متقدم الجن مع القرآن.
لما استمعوا، لما جم وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ، استمعوا إلى القرآن، يعني أنصتوا إليه بإمعان. فرق بين يسمع ويستمع. في الألفاظ العربية كلما زادت المباني زادت المعاني، كلما زادت المباني زادت المعاني. فلما حضروه اقتربوا من الكلام وصار واضحا، قالوا أنصتوا. فلما قضي، أي أنهى النبي عليه الصلاة والسلام قراءته، ولوا إلى قومهم منذرين. شوف الأدب. يبقى الأول إن هم حاولوا يميزوا القرآن، وبعدين أنصتوا عند سماع القرآن، وتفهموا لهذا القرآن، وخضعوا لهذا القرآن، وآمنوا بهذا القرآن. فلما آمنوا ولوا، انصرفوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. لم يذكروا عيسى، لأن عيسى الإنجيل لم يخرج عن أصول التوراة في شيء. هناك بعض الأمور التي حرموها على أنفسهم أحلها الله تعالى لهم في الإنجيل، فتعليمات الإنجيل في أساسها لم تختلف عن تعاليم التوراة، فالأصل هو كتاب موسى. ولهذا قال إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الرشد. شوف القرآن، ده كلام مين؟ ده ربنا عز وجل بيقول لنا الجنة لما استمعوا للقرآن ماذا قال. هذا القرآن يهدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم، وإلى طريق مستقيم. ليس المقصود بالقرآن أن تحفظه فقط، وليس المقصود بالقرآن أن تقرأه بالقراءات مع احترامنا للقراءات ووجوهها وكل حاجة، لكن هذا علم، هذا علم. يبقى العمل بالقرآن. أين العمل بالقرآن؟ أكثر الناس عملا بالقرآن هم أهل القرآن، ولذلك سمي الفقهاء الأوائل الذين تمعنوا واجتهدوا في حمل القرآن سموا بماذا؟ بالقراء، سموا بالقراء. سبحان الله، الآن نجد طائفة المقرئين للقرآن يجعلون القرآن سبوبة فقط، فيش حاجة أكتر من كده. لي علاقتهم بالقرآن هي علاقة مادية فقط فقط، لكن العمل بالقرآن والتأثر والانفعال بالقرآن وتحبيب المسلمين في القرآن وتعليم المسلمين القرآن بأيسر سبيل وما إلى ذلك، هيهات ثم هيهات، هيهات ثم هيهات. فلما كان القرآن بهذا الجمال، أنه كتاب صادق، وأنه من عند الله عز وجل، وأن الكتب السابقة تدل عليه، وأنه يهدي إلى الرشد ويهدي أيضا إلى طريق مستقيم، كأن هذا جميعا مقدمة إلى هذه الآية: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. إذا انقلب الجن من مجرد يطوفون الأرض إلى ماذا؟ إلى دعاء إلى الله. يا ترى هؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن الكريم من في النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانوا صحابة؟ هناك من جعلهم من الصحابة وذكرهم في ديوان الصحابة، وهناك من لم يفعل، وهذه ليست قضية، لكن المسألة أن الجن تعاملوا مع القرآن بصورة أزكى بزاي وأفضل وأرشد من تعامل المسلمين مع القرآن. قال ربنا عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ألا ترى أن كلمة استمعوا وأنصتوا نفس الكلمات التي أتت في قصة الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا إيه؟ أنصتوا. نفس الأفعال بالضبط.
إذا قرأ القرآن فاستمعوا، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا. إذن هذه المعاني المطلوبة، أن تدقق عند القرآن، أن تتفهم معاني القرآن، أن تتدبر ما تسمع من القرآن. وهذه الآيات الأول الموجودة أيضا في صدر سورة الجن: قل أوحي إلي أنه سمع استمع نفر من الجن. الآيات أيضا. الأمر الثاني أو الأمر الثالث في هذا المجلس الذي يمكن أن يشار إليه: الجن هل هو ضعيف أم قوي؟ الجواب أن الجن مخلوق ضعيف. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكنه ضعيف مع من؟ مع المؤمن، فلا يتسلط عليه أيضا إلا بأمر الله، إلا بأمر الله، كما ورد في قصة المرأة التي صرعت، قصة المرأة المصروعة. ثم نأتي إلى الآيات الموجودات. قال ربنا عز وجل: قل أوحي إلي. أوحي هذا فعل مبني المجهول. قل أوحي إلي هذا فعل مبني للمجهول. والوحي هو الإلقاء السريع الخفيف، إلقاء السريع الخفيف يسمى وحيا. والوحي هل هو شرط في الرسالة؟ نعم، هو شرط في الرسالة، فالرسول يوحى إليه والوحي يأتيه من الله عز وجل. وهل معنى ذلك أنه يمكن أن يتنبأ غير الرجال؟ يعني في هناك نساء يتنبأن فيصرن نبيات كمريم مثلا؟ هذه المسألة يكاد أن يكون الإجماع على أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، والذين خالفوا في ذلك أقوالهم شاذة، لا أريد أن أسمي أحدا، أقوالهم شاذة. استدلالاتهم بمثل قول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، الآيات، هذا لا يدل على نبوة، هذا لا يدل على نبوة. وقول ربنا عز وجل لأم موسى عندما أوحى إليها أن أرضعيه: فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لا يعني أنها نبية، لأن الوحي هنا هو الإلقاء السريع. ولو كان الإلقاء السريع للكائن يجعله نبيا لكان النحل نبيا. قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. يبقى إذن أوحى ربك إلى النحل، هل يكون النحل آنذاك نبيا؟ اللهم لا. إذن المقصود بالوحي هنا هو الإلقاء السريع الخفيف. والحاصل أن الذين قالوا بأن بعض النساء هن نبيات هذا قول شاذ، ليس هذا بالقول الصحيح. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قد عرفنا هذه القصة. والجن أيضا يأكلون ويشربون ويركبون، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقطع الرجل بولته بماذا؟ بعظمة أو بروثة، وقال: إنها طعام إخوانكم من الجن، فما من عظمة يأكلها المسلم ذاكرا ربه عز وجل إلا عادت أوفر لحما لإخواننا من الجن. سبحان الله، أم روث
لدواب المسلمين، فهو أيضا علف دواب إخواننا من الجن. إذن هناك جن مؤمن، وهذا الجن المؤمن يقتات على ما نتركه مما ذكر عليه اسم الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر، النفر الجماعة القليلة من 3 إلى 9 نفر من الجن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن يهدي إلى الرشد فأمن به. وهذه الآيات شبيهة بآيات سورة الأحقاف، فعندما استمعوا إلى القرآن آمنوا بهذا القرآن. سبحان الله، هناك مسلمون كثر يسمعون القرآن فلا يتأثرون. المشركون كانوا إذا استمعوا إلى القرآن تأثروا بالقرآن، ولهذا قال ربنا عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فدل ذلك على أن إسماع المشركين القرآن مقصود شرعي، ولهذا تواصل المشركون فيما بينهم أنهم لا يسمعون لهذا القرآن، بل أوصى بعضهم بعضا أن يلغوا في هذا القرآن حتى لا يتأثروا به. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. دي أعظم مقصود شرعي، أن يعيش الإنسان موحدا ربه. دي أعظم مقصود شرعي، أعظم مقصود. كان من دعاء الخليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا إلهي، الخليل إبراهيم يدعو ربه عز وجل أن يجنبه وأن يجنب ذريته عبادة الأصنام، لأنها أضلت كثيرا من الناس. يا ترى هل أحدنا دعا الله عز وجل بهذا الدعاء: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ سبحان الله، عندنا نوع من الثقة المفرطة الزائدة. احنا موحدين إن شاء الله، واحنا أمة التوحيد. فإذا كان الخليل إبراهيم يخاف على نفسه ويجتهد في الدعاء أن يكون على التوحيد هو وذريته، فما بالك بمن هم دونه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولن نشرك، لن للنفي، ولكنه نفي على التأبيد، نفي على التأبيد. وهذا حال أهل الإيمان، حال أهل الإيمان أنهم يحررون إيمانهم فلا يقعون في شرك، لأن الشرك إذا وقع في العمل أبطله وأفسده. أي شرك إذا وقع في العمل أبطله وأفسده، حتى ولو كان صغيرا. نعم، حتى ولو كان صغيرا. فالشرك الصغير الخفي الأصغر هو ماذا؟ الرياء. ولذلك إذا وقع الرياء في عمل أفسده، فما بالك بالشرك الأكبر. يعني الشرك الأصغر يقع في العمل يفسده، يبقى الشرك الأكبر يعمل إيه؟ فالشرك الأكبر قال الله فيه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثور. والشرك الأصغر قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال: انظروا إلى من كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم من أجر؟ فيذهبون فلا يجدون شيئا. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى التوحيد الخالص، وأن يوفقنا إلى العمل الصالح، وأن يجنبني وإياكم وجميع المسلمين الشرك ظاهره وباطنه، وأن يجعلنا وإياكم من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.